قال الله سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا السؤال ما في القرآن يوجد جواب عليه. لماذا؟ لأنه ما يحتاج إلى جواب، لأن جوابه فيه، يعني ما يوجد عاقل على وجه الأرض يقول يستوي. ولذلك السكوت عن الجواب بلاغة، بلاغة في القرآن الكريم. إنه عندما يقول هل يستوي الذين يعلمون، الله يقول والذين لا يعلمون، لابد في لغة العرب بعد هل يعني استفهام أنه جواب. هنا لا يوجد جواب، لأنه ما يحتاج إلى جواب، لأن جوابه حاضر ذهنا من غير. كما أنا أقول هل يستوي الليل والنهار، ما يحتاج تقول لي لا يستوي، واضح أنه لا يستوي. إذن صيغة هذا السؤال ليس للسؤال، إنما لترسيخ المعنى التقريري في هذا الكلام، لترسيخ هذا المعنى. مثل ألم نشرح لك صدرك، همزة ألم همزة استفهام. هل الله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نحن نشرح صدرك أم لا؟ لا، إنما استفهام، لكن خرج إلى غرض من أغراض البلاغة القرآنية، وهو أن الله يقرر تقرير، أن الله يقرر أنه شرح للنبي عليه الصلاة والسلام صدره. عندما لا نجد الجواب في القرآن الكريم على هذا السؤال، معناها الجواب أوضح من الشمس في النهار، وهذا معنى يكفي لكل مؤمن يقرأ كلام الله ليعلم أن الله فضل العلماء على الجهلاء، وفضل طالب العلم على غير طالب العلم. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد، يعني عابد أيضا رجل صالح لكن ما تعلم دينه، بس يعني صلاة صيام ذكر قراءة قرآن، يقال له عابد. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. حديث صحيح. إذن هناك فضل، المقصود من الفضل يعني أننا نفضلهم في الدنيا بالاحترام وتقبيل اليد والتقديم وكذا؟ لا، هو مقصود أنه مفضل عند الله، مفضل عند رسول الله. لماذا مفضل عند الله عند رسول الله؟ لأنه تعلم دينه ليقوم بخدمة الدين. وأي دين؟ الدين الصحيح. ليس كل الدين دين، نحن بحاجة إلى أن نفهم الدين الصحيح الذي هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم به العرب وعلم به الناس. كان بعضهم يقتل بعضا، وكان بعضهم يحارب بعضا، وكان بعضهم بالشعر يشتم ويذم بعضا، هجاء يسمى، نوع الشعر الذي فيه شتيمة يسمى هجاء. وكان بعضهم يغزو بعضا، وكان بعضهم ظالم إلى حد أنه يقتل ابنته، نعم قصده خوفا عليها من الغيرة والشرف، لكن ليست النية كافية لأن يفعل الإنسان ما يشاء، لابد من فعل صحيح موافق لنية صحيحة. إذن العلماء أحبهم الله ورسوله يوم القيامة، يوم يحشرون تحت الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، ليس لأجل أننا نفضلهم. أصلا العالم الصادق متواضع، لأن رسول الله كان متواضع، لأن الصحابة كانوا متواضعين، ما رأينا في علمائنا التكبر حتى نحن نقول العالم يجب أن يتكبر، هذا غلط. لكن المقصود أنه مفضل عند الله، مفضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في خدمة دينه، وهو أعظم شرف حينما نفهم أن الذين يعلمون لا يستوون مع الذين لا يعلمون، وأنهم مفضلون عند الله ورسوله. هذا أعظم شرف يكفيه الإنسان هو عند الله، حتى لو الناس ما رضت عنه،
النبي صلى الله عليه وسلم أهله في قريش ما رضوا عنه. الشافعي إمامنا في الفقه، إمام أهل ماليزيا في الفقه، إمام أهل أندونيسيا في الفقه، إمام أهل العراق والشام ومصر في الفقه، الإمام الشافعي ما كان كل الناس راضين عنه. في سيرته يعني فتنة كبيرة حصلت عليه، لكن بالأخير هو لما كان عند الله مرضيا. اليوم بعد 14 قرن نحن نترضى عنه. الإمام البخاري، صحيح البخاري، ما كان كل الناس راضين عنه، لكن لأنه كان مرضيا عند الله الآن نحن نقرأ صحيح البخاري بعد 1400 سنة. إذن حينما يسكت القرآن عن جواب الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا ليس لأجل أننا نتكبر على الذي لا يعلم ونأمر الناس باحترام العلماء، هذا شيء ثانوي ليس أساسي. الأساسي أن نفهم أن هؤلاء مشوا في طريق يحبه الله ورسوله، لكن بشرط أن يكون دينا صحيحا، لا هكذا ولا هكذا، لا إفراط ولا تفريط، دين وسط، دين يحبه الناس، دين يصحح حياة الناس، كما صحح رسول الله للعرب حياتهم بعد القتال وبعد الشتم وبعد العداوة بينهم وبينهم الحروب، كانوا قبائل واحد يحارب الآخر، بعد ذلك كلهم صاروا أمة واحدة ببركة هذا الدين العظيم. هذه وظيفة العلماء. نعم.